إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن الأعراض المبكرة لسرطان المعدة. راح نذكر بعض الأعراض مثل عسر الهضم، الحموضة، أيضا فقدان الشهية خاصة اتجاه نحو يعني اللحوم، الأعراض المتأخرة ألم في الجزء العلوي من البطن ممكن يصاحبه قيء أو يعني استفراغ، وأيضا ممكن يكون مصاحب إسهال أو إمساك، أيضا خسارة للوزن وضعف عام بشكل عام للجسم كامل، وأيضا نزيف يؤدي إلى قيء للدم أو ظهور دم في البراز أو يؤدي إلى فقر الدم بسبب نزيف حاد من الورم الموجود في المعدة، مما يؤدي إلى أنيميا، وهذه الأنيميا تسبب ضعف عام في الجسم وضعف الدم. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم درس قادم.